معكم كيسي، واليوم محضرة لكم حلقة لكل الصبايا يلي بدهم يبلشوا برحلتهم مع الأحماض أو إذا بدكم الأسيدز. الأسيدز أنواعهم كتار، ولكن اليوم رح أحكي عن 4 أنواع، ومثل ما أنتم شايفين في لوح وراي لحتى أخبركم كل أسيد بشو بيفيدكم وشو استعمالاته. بقى خليكم معي لآخر الفيديو لحتى تعرفوا أكثر عن 4 أنواع أحماض. بداية رح بلش لكم مع الساليسيليك أسيد، ولما نسمع ساليسيليك أسيد يعني حب الشباب. بهيدا الغسول في بقلبه ساليسيليك أسيد يلي فيه مكون كتير فعال بيشتغل بقلب المسامات، وبالتالي لما بيفوت ساليسيليك أسيد على البشرة بتقدر تساعد على انها تشتغل على انها تقتل او تنشف الحب الشباب، وبالتالي ببطلوا يطلعوا او اذا بدكم بخفوا من انهم يكونوا فاعين بقلب البشرة. وتاني نقطة هي المسامات الواسعة. ليش المسامات الواسعة؟ لأنه معظم الأشخاص يلي عندهم بشرة دهنية كمان بيعانوا من مسامات واسعة وأكثر الأوقات ظاهرة، فساليسيليك أسيد بيشتغل على أنه يكون منظف، وبذات الوقت بيساعد البشرة على أنها تزم، وبالتالي المسامات الواسعة والظاهرة تختفي أو إذا بدكم بتخف وبتسكر. أما بالنقطة الثالثة والأخيرة هو مضاد للالتهابات. ليش؟ لأنه نحنا مثل ما كلنا بنعرف في عنا جلد حي، وبالتالي كمان في عنا جلد ميت، ومع الوقت ببلشوا يتراكم الجلد الميت على البشرة، فعشان هيك ما لكم غير ساليسيليك أسيد لحتى يقدر يشيل الطبقة الخارجية أو إذا بدكم الطبقة الميتة من البشرة، وبالتالي بضل بشرتكم فعالة مع الساليسيليك أسيد. أما بالنسبة للحمض الثاني فرح نكون عم نحكي عن جلايكوليك أسيد. لما نسمع جلايكوليك أسيد دغري تذكروا أنه هو ضد تقدم السن أو ضد علامات تقدم السن، يعني رح يحارب التجاعيد، رح يحارب الخطوط الرفيعة بالوجه، وحتى رح يقدر يعطيكم بشرة مثل البيبي. فإذا مع الجلايكوليك أسيد أنا اخترت The Ordinary، وهيدا الجلايكوليك أسيد بشكل تونر، بتحطوه على قطنة وبتستعملوه على وجهكم. شو بيفيدنا الجلايكوليك أسيد؟ يلا الجلايكوليك أسيد معروف أنه هو بيساعد على تكوين الكولاجين بقلب الوجه، وبهيدي النقطة رح أحكي عن النقطة الأولى والنقطة الثانية. ليه؟ لأنه الكولاجين مثل ما كنا بنعرف هو نوع مثل كأنه إذا بدكم مبطن، فبيطلع من جوات البشرة، وبالتالي كل الخطوط الرفيعة والتجاعيد تختفي بمجرد ما بلش الجلد يكون كولاجين جوا، وبالتالي منصير عم نحارب كل الزهور أو كل الأشكال تبع تقدم السن أي التجاعيد. الجلايكوليك أسيد فينا نستعمله لكل أنواع البشرة، ولكن من وراء تركيبته المركزة أي حسب ما قايلين هون 7%، فإذا هيدا بيشتغل بطريقة فعالة وبطريقة كتير قوية، وعشان هيك لازم نستعمله بس مرتين بالأسبوع، ويفضل أنه يكونوا يومين بعد عن بعضهم، وهيك نقدر نحارب التجاعيد ونضلنا ببشرة مشرقة مع الجلايكوليك أسيد. هلا رح نحكي عن اكثر حمض ترندي على السوشيال ميديا وحتى على اذاعات التلفزيون. شو هو؟ انتو حزرتو الهيلارونيك اسيد. الهيلارونيك اسيد لما تسمعوا هيدا الاسم دغري بتتذكروا ترطيب، يعني ضد الجفاف، فرح اكتب لكم اشياء ورح خبركم اكثر عنه. ولما تكونوا عم بتعانوا من بشره جافه مش ضروري يكون نوع البشره جافه، ولكن عم بتحسوا انه بشرتكم عم بتكون ناشفه، الهيلورونيك اسيد هو انسب اسيد لكم. وعلى فكره الهيلورونيك اسيد منه مثل غير اسيد. ليه؟ لانه غير اسيد بيساعدوا على انهم يتخلصوا من الجلد الميت او طبقه الجلد الميت بالجلد، ولكن الهيلورونيك اسيد ما بيعمل هذا الشيء. وعلى فكرة بتعرفوا انه البيبيز لما يخلقوا عندهم كمية كتير عالية من الهيلورونيك أسيد على عكس نحن لما نكبر، فاذا كل ما الشخص او الانسان بيتقدم بالسن كل ما بخف نسبة الهيلورونيك أسيد بقلب الجلد. اما بالنسبة للنقط اللي عم بحكي عنها فانه البشرة الجافة
هي البشرة يلي بتكون عندها نقص بالترطيب، فإذا الهيالورونيك أسيد يساعد على الترطيب. أما بالنسبة لعلامات تقدم السن، الهيالورونيك أسيد بيشتغل بطريقة أنه بيعطيكم نوع من المبطن بقلب الجلد، أي مثل الكولاجين ولكن بطريقة غير، بيساعدكم على أنكم مع الوقت تتخلصوا من الخطوط الرفيعة وحتى من التجاعيد بقلب الوجه. وأخيراً البشرة بتصير مثل البيبي. وعلى فكرة الهيالورونيك أسيد بيجي بشكل مرطب وبيجي بشكل سيروم، أنا شخصياً بستعمله بشكل السيروم. وهلأ رح خبركن على حمض منه كتير معروف ومنه أخذ حقه بعائلة الأحماض، بس في كتير بنات بعرفها بيستعملوها وكتير بيعزوها، يلي هو اللاكتيك أسيد. ولما قلكن لاكتيك أسيد أو لما تسمعوا لاكتيك أسيد دايماً تذكروا مرطب ومؤشر لطيف. مثل ما أنتوا شايفين اللاكتيك أسيد هو بيساعد على أنه نتخلص من الجلد الميت، بس كيف؟ لأنه بيفوت بقلب الجلد وبيسرع عملية تجديد خلايا الجلد، فهيدي يلي بيميزه عن غير أسيد من ناحية التخلص من الجلد الميت. وحتى يستخدم اللاكتيك أسيد مثل ما أنتوا شايفين للبشرة الحساسة، أي إذا عندكم أي مشكلة معينة بقلب البشرة لاكتيك أسيد رح يكون لطيف على بشرتكم، وحتى بيساعد أنه ينعم لكم البشرة. ويستخدم كمان مثل ما أنتوا شايفين على الجسم والوجه، يعني فيكن تحطوه على وجهكم وفيكن تحطوه على جسمكم، لأنه مثل ما قلت لكم هو بيساعد على أنه يجعل البشرة أو الجلد ناعمة، وبالتالي بفوت على قلب المسامات بقلب الجلد لحتى يقدر يساعد بتسريع عملية خلق الخلايا الجديدة للبشرة، وبالتالي بيصير كل شي فيكن كتير ناعم. وهيدا كل شي بالنسبة لللاكتيك أسيد. وهيك يا صبايا منكون وصلنا لآخر الحلقة وتعلمنا عن 4 أنواع أحماض مختلفين. وعلى فكرة أنا شخصياً كتير بحب الأحماض أو الأسيدز. ليه؟ لأنه أول شي رخيص، وتاني شي متوفر وحتى سهل الاستعمال، وآخر شي لأنه تركيبتهم المركزة أبداً ما بتأذي البشرة. فأنتوا يا صبايا خبرونا بالتعليقات شو هو الحمض اللي بتستعملوه، بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، والحقوني على صفحتي الخاصة على انستغرام، وبشوفكن مرة الجاي.